أهلا بكم أعزائي متابعي قناة تجربتي. بهذا الفيديو رايحين نحكي عن التجميع الخاص بنا، التجميع اللي كلفتنا ما يقارب تقريبا 12 ألف دولار بدون الجمرك بدون أي شيء ثاني، أو 13 ألف دولار. هسه رايحين نشوف على الآلة الحاسبة. بالبداية رايحين نبلش بالمعالج الـ AMD Threadripper 3990X، معالج قوي جدا وهو الأقوى حاسوبيا للأجهزة الشخصية. المعالج يجي بـ 64 كور بالإضافة إلى 128 ثريد، بالإضافة إلى فول كاش 288 ميجا بايت. زي ما احنا شايفين سعر المعالج 3989 دولار و99 سنت. بالمرتبة الثانية المذر بورد AMD Thread Aros TRX 40 Extreme. طبعا أنا اخترت المذر بورد هاي بعد عناية فائقة. ليش؟ لأنه أنا كنت بدي مذر بورد تتحكم بالجهد الكهربائي الموجود اللي يتوزع على القطع، وهي كانت هي أقوى مذر بورد بهاي الشغلة. طبعا بالأداء الأسوس تتفوق عليها. الرامات 256 جيجا بالكورسير، لقيتهن هن الأفضل تقريبا من الجي سكيل بالنسبة لي. طبعا في كثير أشخاص يختار اللي بده إياه. بالنسبة للباور هو إيفيجا 1600 وات تي 2. طبعا كثير ناس يحكي لي ليش جبت هذا الباور كجهاز زي هيك، انت بحاجة باور يكون عليه ممتاز جدا، واكثر من حاجتك في حال انك احتجت شغلات تانية تقدر تسوي عليه. الهارد ديسك هو ايفو 970 بلس 1 تيرا بايت اللي منزلين عليه السيستم، راح نغيره ان شاء الله بالمستقبل. والهارد ديسك الثاني اللي منزلين عليه البرامج والتعديلات اللي هو 2 تيرا بايت وسترن ديجيتال بلو. وعندنا الهارد ديسك الرئيسي اللي نخزن عليه ملفاتنا عشان الشغل اللي هو سيجيت باركودا برو 10 تيرا بايت. الكاميرا هي رايزو كيو، كاميرا جدا مرتبة ورائعة على الستريمينج والشغلات الثانية. الكيبورد لوجيتك 915، أفضل كيبورد وايرلس لقيته مع الماوس الجي 915 903، الاثنين كطاقم رائع جدا. الشاشة طبعا مش بحاجة اني احكي عنها، هي الافضل في مجال المونتاج والإديت وبرامج التعديل والصور، ولكن الأسوأ في مجال الألعاب. المبرد هذا أفضل مبرد لقيته للثريد ريبر بحيث أنه يغطي المعالج بأكمله. طبعا تغلبت لما لقيت مبرد كويس زي هيك، بصراحة كنت محتار بينه وبين الهوائي، ولكن لقيت أنه هذا أفضل. ناوي إن شاء الله أني أسوي تبريد مائي مفتوح. شاشة سامسونج الجي 9 هي الأفضل المفروض في مجال الألعاب، ولكن للأسف بعد تجربتنا عليها تبين انها في مجال الالعاب لسه بدها كثير شغل حديث ما تصير شاشه معتبره للالعاب، ولكن في مجال الانتاجيه وفي مجال الصوره الواضحه فهي شاشه فعلا تنافس الشاشات القويه. ولاي مبرمج او اي شخص متخصص بالجرافيك ديزاين انا بنصحه انه يجيبها. انا سويت في اكثر من فيديو عن الفيديو الاول والفيديو الثاني عن بعض المشاكل حكينا اللي بها وموجودات على القناه في حال حبيتوا ترجعوا عليهم. طبعا المذر بورد حجمها عملاق، فيعني احترت لحديت ما لقيت كيس مناسب له، خصوصا انه الفتره هاي انقطعت الكيسات من بدايه احداث الكورونا، فاضطرينا نمشي على كيس كورسير 750 اير فلو اديشن. زي ما احنا شايفين بالفيديو الرامات طقم رائع، طقم رائع جدا من كورسير 256 جيجا بايت 3200 السرعه تبعتهم، بصراحه جدا رهيبات الرامات، ولقيتهم انهم افضل من الجي سكيل لبعض الشغلات. لكن بالنهاية هي ترجع لآراء شخصية، هل جي سكيل نيو للـ AMD مناسب ولا الكورسير؟ أنا بصريح العبارة لقيت إنه الكورسير أعطاني أداء ستيبل أكثر من رامات الجي سكيل 3600، يعني في فرق كان كبير بينهن وبين الكورسير، وخصوصا على كسر السرعة كان الكورسير أفضل بكثير. أعتذر على التصوير السيء، ولكن هذا أفضل كاميرا لقيتها حاليا موجودة عندي. زي ما احنا شايفين هون القطع اللي ركبناها بالجهاز الـ AMD Ryzen الـ Vega 1622، كرت الشاشة الـ RTX 2080 Ti. طبعا بالأداء تبع المذر بوردات أنا حسيت إنه الـ MSI TRX 40 Creator كانت أفضل من بقية المذر بوردات وسعرها أفضل، ولكن زي ما قلت أنا بمجال الجهد الكهربائي والشغلات هاي التوزيعات وكسر السرعة وما كسر السرعة كنت بختار الأروس TRX 40، ولكن إذا كنت بدك تكسر السرعة ببرامج سهلة جدا فأنا سمعت إنه الأسوس هي الأفضل.
ولكن انا جربت الجيجا بايت الاروس تي ار اكس 40 الاكستريم على الكسر السرعه عن طريق برنامج الايزي تون. كان جدا سهل البرنامج لكسر السرعه للمعالج والرامات بدون اي مشاكل. بالنسبه لكرت الشاشه انا قمت بكسر السرعه عن طريق الام اس اي افتر برنر، مع انه لكل شركه في برنامج جاهز عشان تكسر السرعه تبعته، واحس انه توقيه اكثر من البرنامج تبع الشركه نفسها. زي البي ان واي في عندهم برنامج خاص بهم. بالنسبة للكيبورد والماوس الجي 915 لقيت انه هن افضل كيبورد وماوس رايحين كثير بالشغل، خصوصا كمان اذا جينا انه بدنا على الجيمينج وبدك تلعب من مسافة مثلا عشان تريح عيونك، فكان الكيبورد جدا مناسب لهي الشغلة. هو الماوس جدا رائعين، وخصوصا خاصية تقنية ال LED اللي بيه وكيف التحكم بالالوان جدا رائعة، في حال كان الشخص يهتم بهاي الامور. أكيد ما راح ننسى طقم الرامات ال 256 جيجا بايت، فعلا طقم جدا رائع، وعلى برامج ال 3 دي ماكس والبرامج الثقيلة فعلا أداء رهيب، فرق كبير عن الرامات ال 32 أو ال 64 جيجا. طبعا للأشخاص اللي اهتموا بالبرامج هاي فأكيد يعني بدهم رامات حجم ثقيل، وخصوصا مع المعالج ال AMD Threadripper 3990 X بدك رامات، لأنه يستهلك رامات بشكل مش طبيعي. عشان تحصل على أداءه الفعلي بدك على الأقل 256 جيجا بايت. أتوقع بالمستقبل راح يصير في عندنا 512 و1 تيرا بايت رامات مخصصة لأجهزة البي سي الشخصية. مبرد الـ AMD من كولر ماستر جدا رائع، يعني تبريده جدا مناسب، والخاصية تبعته إنه زي ما قلنا يغطي معالج الثريد ريبر بشكل ممتاز بشكل كامل، ما يخلي له أي مجال عشان إنه يبرد عليه. طبعا جهاز زي هيك كان لازم يعملوا بنش مارك عشان نشوف اداء الجهاز، ولكن على كرت الار تي اكس 2080 تي اي انا متاكد انه ما اخذنا كفاءه الجهاز بشكل كامل، وان شاء الله بس تنزل الكروت الجديده من اي ام دي ونشوف كرت ثابت من النيفيدا وايال افضل، رايحين نختار كرت مناسب لهي التجميعات زي الار تي اكس 3090 في حال كان مناسب فعلا وكان اداؤه فعلا ثابت، او الاي ام دي الكروت الجديده واللي اسعارها راح تكون اقل بكثير من النيفيدا، ورايحين نشوف كيف الأداء. بالنسبة للجهاز حقق أرقام فعلا ممتازة ولكن ليست الأفضل. ليش؟ أتوقع زي ما قلت المشكلة عندنا بكرت الشاشة إنه PCI 3 مش متوافق مع المذربورد بشكل كامل، بالإضافة إنه ضعيف جدا عشان يعطيك أداءه الكامل للمعالج، فأنت بحاجة لتوافق دائما بين القطع حتى تحصل أفضل أداء. هسه في كثير يفهم الناس الباتل نيك فاهمها غلط، انه اذا كان عندي عدم توافقيه بالجهاز فكرت الشاشه راح يشتغل مثلا اكثر من المعالج، او المعالج راح يشتغل اكثر من كرت الشاشه. بالحقيقه هي هذا الاشي شبه صحيح، ولكن بالاضافه لذلك فانت راح يصير في عندك مشاكل بالجهاز من ناحيه الالعاب ودروب فريم اشي مش طبيعي، فحبيت انبه لهاي الشغله. زي ما احنا عارف شايفين قاعدين نعمل بنش مارك على اليوزر بنش مارك، برنامج معروف جدا ومعظم الاشخاص يفحصوا الجهاز تبعهم عليه، ورايحين نفحص الجهاز كمان على السيني بيتش على السيني بنش ونشوف كيف الاداء. زي ما احنا شايفين هون قاعدين نعمل لكرت الشاشه بنش مارك عشان نشوفوا الاداء تبعه. طبعا اكيد ال RTX 2080 ما في عليه اي مشاكل من ناحيه الاداء، ولكنه ضعيف جدا على شاشة السامسونج الجي 9 الجديدة، ولسه ما تأكدت انه المشكلة من كرت الشاشة او من الشاشة نفسها انه مش قادرين نحصل على 240 فريم الفعليات، ولكن شاشة زي هيك اكيد يعني بدها كرت شاشة قوي، فرايحين نعمل فحص ورايحين نشوف كيف الاداء تبع الشاشة هاي على الكرت الجديد من نيفيدا او الاي ام دي حسب ما رايحين نختار بعدين بالمستقبل. طبعا اداء الباور جدا رائع، اداء التبريد تبع الجهاز جدا ممتاز، يعني درجة الحرارة ما تطلع عن 75 بكرت الشاشة، بالاضافة انه شغله يكون 100%. قربنا على الانتهاء من البنش مارك تبع الجهاز على برنامج اليوزر بنش مارك، وزي ما احنا شايفين هاي النتيجة راح تطلع الان على الجهاز. الجهاز حقق ارقام طبعا اكيد متوقعة انه اعلى من اي جهاز تاني.
طبعا زي ما احنا شايفين بالفيديو الجهاز حقق على الجيمنج 141% يو اف او، هو اعلى تصنيف باليوزر بنش مارك. الديسكتوب نيوكليار سب مارين 93%، ورك ستيشن يو اف او 238%، يعني الجهاز كورك ستيشن الجهاز جدا رائع. طبعا هذا الحكي شبه صحيح وكامل 100%، ولكن في الاداء احنا رايحين نحسب انه ما شغل الكرات كاملات على الجهاز، فهو ما فحص غير 8 كور على الجهاز، ولو فحص اكثر اكيد راح يحصل نتائج افضل من هاي النتائج. على السيرفر زي ما احنا شايفين حصل 64 كور 5196 نقطة، وعلى المعدل كامل 349% افضل من معظم الاجهزة. وزي ما احنا شايفين performing way above expectations 86%، النهائية هي 86 كان تحصيل المعالج اكثر من بعض الاجهزة، ولكن اللي كان عشان نحصل على افضل شيء كان لازم نوصل 90%، واتوقع هذا الموضوع يرجع لاداء المذربورد على مع المعالج. زي ما قلنا مش اداء المذربورد اللي اورس تي ار اكس 40 هو الافضل، ولكن من ناحية الطاقة ومن ناحية توزيع الجهد الكهربائي انا قلت هي الافضل. عسينا بنش 20 حقق المعالج اعلى اداء بين المعالجات الثانية اعلى من الانتل اكسيون اللي سعره اكثر بثلاث مرات من حق المعالج هذا اللي عندنا، يعني اداء جدا رائع. ولكن زي ما قلنا هذا المعالج مخصص للورك ستيشن للاجهزة اللي تختص بالتصميمات الكبيرة، ولكن بعض الاشخاص بامكانهم يستخدمه كاستخدام شخصي فهو موجه للاجهزة الشخصية البي سي. احنا عندنا هون قاعدين نستخدمه على برامج كثير ثقيلة، وأدائها فعلا حقق يعني المواصفات المطلوب منها. الأداء جدا رائع تبع المعالج على 3D وبرامج التصميم وبرامج الورك ستيشن أفضل ما أي جهاز ثاني بصراحة شفته وجربته واشتغلت عليه. بعد ما فحصنا المالتي كور حبينا نجرب نفحص السنجل كور، يا ترى راح يكون الأداء كيف عليها وكيف الوضع. ياريت تتابعوا الفيديو وتحطوا تعليقاتكم في حال عندكم أي استفسار. طبعا الأداء كان خلينا نقول ضعيف نسبيا، يعني ما حقق الأداء اللي إحنا بدنا إياه، وسبب مشاكل الرايزن دائما هي السرعة المبدئية للكور الواحد في مجال الألعاب. في مجال الألعاب دائما سرعة الكور الأول هي أفضل إشي عشان الألعاب، فعشان هيك الإنتل كانت متفوقة بالألعاب، ولكن مع المعالجات الجديدة من الرايزن أتوقع إنه الـ AMD راح تكتسح السوق اكتساح كامل. We'll be right back.
كمان زي ما احنا ملاحظين على المذر بورد المعالج على السنجل كور ما حقق الاداء اللي كنا متوقعينه. طبعا زي ما قلت كان في فرق بالاداء على الام اس اي كرياتر تي ار اكس 40. يعني انا شفت بعض المواقع ناشره معلومات انه لما فحصوا كان الام اس اي كانت اداها متفوق على الاسوس بالاضافه للاروس من جيجا بايت. والمذر بوردات الاسوس معروفه يعني كمذر بوردات عالميه، والاروس من جيجا بايت معروفات ايضا المذر بوردات هاي عالميه جدا. ولكن للاسف انا مستغرب كيف الام اس اي الارخص من الثنتين حققت اداء اعلى بكثير. وهذا يثبت دائما انه السعر مش على الاداء مش دائما نفس الاشي بالنسبه للمذر بوردات. بالنهاية أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم، وياريت تعملوا سبسكرايب زائد لايك، بالإضافة إلى أنه راح يكون الفيديو التالي عنا كيف نجمع معالج ومذربورد AMD 3950X بالإضافة لمذربورد 399X مع رامات 64 جيجا مع كرت شاشة GTX 1080 Ti بأسعار خيالية وأقل من $500 أو $600 للجهاز كامل بدون شاشة. لا تنسوا تتابعونا واستنوا الجديد تبعنا ان شاء الله خلال هذا الاسبوع. سبسكرايب يا غلي.